بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده على lesson 3 في اليونت 2 اللي هو equality of two algebraic fraction، تساوي دالتين كسريتين. اول حاجه لازم اعمل فاكتورايز اتش زوف، هنعمل فاكتورايز للنمريتور والدينومينيتور، وبعدين بنحدد الدومين، بعد كده نعمل ايه سمبلر سمبل سمبلس. طيب نشتغل في الاولانيه. هو جاب لي سؤال اهو بيقول لي reduce يعني اختصر each of the following algebraic fractions and mention the domain of each one. طيب ال n1x اهيت اهي، هناخد هنا الكومن فاكتور، هنا x2 هيتفضل لي من هنا x بلس 2، وهنا x minus difference square x minus 2 و x بلس 2. هنجيب بقى نحدد الدومين. الدومين الأول يبقى r minus، هنا تبقى في 2 و negative 2. طيب نختصر بقى x plus 2 مع x plus 2 يبقى n1x هتطلع 2 over x minus 2، ديت الأولانية number 1. طب هنا هنلاحظ ان في اكس مشترك، يعني يبقى هناخد اكس، يبقى n2x هناخد اكس هتفضل لي من هنا x باور 2 بلس 2x ماينس 35، وهنا هناخد x هتفضل لي x باور 2 ماينس 25. طيب هنا هنعمل فاكتورايز برضو، يبقى هناخد x وx و 7 و 5 هنا ماينس، طيب وهنا بلس، يبقى x في x ماينس 7 و x بلس 5، وهنا هناخد x x ماينس 5 و x بلس 5. بس نتأكد من ديت، نيجاتيف 7x و 5 يبقى نيجاتيف 2، لا يبقى هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف، 7 بالبلس و5 بالنيجاتيف يبقى يدينا 2. طيب هنجيب الدومين الاول، الدومين r هنشتغل على تحت r ماينس الزيرو، وهنا ال5 والنيجاتيف 5. هنختصر بقى x ماينس 5 x ماينس 5، الx والx هيتفضل لي x بلس 7 على x بلس ال5، ده ان 2x. تمام. طيب يبقى احنا عملنا دلوقتي اختصار لديت واختصار لديت. تمام، يبقى x بلس 7 على x بلس 5. اوكي، equality of two algebraic fraction امتى يكونوا الاثنين متساويين؟ لو ال n1 equal n2 والدومين هو نفسه الدومين. تمام، يبقى امتى يكون عندي equality of two algebraic fraction؟ لو الدومين n1، لو الدومين n1 equal دومين n2. تاني حاجة n1 equal n2 after reduce أو simplify. طيب نشوف السؤال بيجي ازاي. بيقول لي prove that n1، بيقول لي proof that n1 equal n2 n1 where n1 x equal x power 2 minus x divide x power 3 minus 2 x power 2 و n2 x equal x power 2 minus 3x plus 2 divide x power 3 minus 4x power 2 plus 4x. هنجيب هنشتغل على n1 الأول، n1x هنا x power 2 minus x هناخد x common factor بدلنا x minus 1، هنا هناخد x power 2 هيفضل لي x minus 2. يبقى الدومين r minus 0 و 2، r minus 0
والتو. طيب هنختصر بقى، مفيش اختصار يبقى غير ديت، يبقى اكس ماينس الوان، اكس ماينس الوان على اكس في اكس ماينس التو، تمام. طيب ديت اللي هي ال ان 1 اكس. طب نيجي ال ان 2 اكس، ان 2 اكس. طيب لو جينا هنعمل فاكتورايز ده الاول كده، ادي اكس واكس 2 1 هنا ماينس وماينس، يبقى اكس ماينس ال 2 في اكس ماينس ال 1، ودي هناخد اكس كومون فاكتور، هدينا اكس باور 2 ماينس ال 4 اكس بلس ال 4. طب دي هنعمل لها فاكتورايز، ايوه اكس واكس و 2 و 2 ونيجاتيف ونيجاتيف، يبقى ننقلها تاني ان 2 اكس ايكوال اكس ماينس 2 في اكس ماينس 1، وهنا اكس وهنا اكس ماينس 2 واكس ماينس 2. الدومين ار ماينس الزيرو والتو، الزيرو والتو. طب الدومين هنا الدومين ايكوال الدومين، نعمل سمبليفاي، هيدينا اكس ماينس ال1 على اكس في اكس ماينس ال2، هي نفسها اكس ماينس ال1 على اكس اكس، يبقى ان1 اكس ايكوال ان2 اكس، يبقى لازم الدومين ايكوال الدومين والان يساوي الان. يبقى n1 equal n2. طيب بيقول لي هنا مثال، in each of the following n1 and n2 are two algebraic fraction is n1 equal n2. نشوف ال n1 الاول، n1 ال x نكتبها ونحلها على طول، x power 2 minus 5x divide x power 2 minus 7x plus 10. طبعا كل ده معتمد على ان انا عارف اعمل فاكتورايز ازاي. طيب هناخد هنا x، ادينا x minus 5 divide، هنعمل ديت فاكتورايز اهي، نعملها على جنب كده، x و x و 2 5 يبقى 7، نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى x minus 2 و x minus 5، تمام. يبقى الدومين r minus الدينومينيتور ال 2 وال 5، دي نمبر 1. طيب النمبر 2 بيقول لي n 2x equal 3x minus 15 divide 3x power 2 minus 21x plus 30. طيب هناخد من هنا 3 common factor، عندنا x minus 5، وهنا هنعمل لها الاول لازم اخد 3 بره، يبقى 3 هيتفضل لي هنا x باور 2 ماينس 7 x بلس 10. طيب ديت لسه محللينها، يبقى 3x ماينس 5 هنا 3 تمام، 5 و 2 الاثنين نيجاتيف، يبقى x ماينس 2 و x ماينس 5، الدومين r minus ال 2 وال 5، فين الدومين؟ ال 2 وال 5. طب نعمل simplify، x minus 5 x minus 5 يبقى 3 على 3 x minus ال 2. طب فين هنا simplify؟ عملنا simplify الاولانيه، اهيت هنعملها سمبليفاي اهيت، يبقى اكس على اكس ماينس 2، طبعا هنا اختلفت، يبقى ان 1 doesn't equal ان 2، صحيح الدومين هو الدومين ار ماينس 2 و 5، لكن هنا ال ان هنا اختلف، هنا اكس على اكس ماينس 2 وهنا 3 على 3 اكس ماينس 2، يبقى هنا اختلف الدومين، هنا اختلف ايه؟ الدومين. طيب درس سهل وبسيط ولازم يجي لنا في الامتحان طبعا. يقول لي remark let n1 and n2 be two algebraic fractions whose domains are m1 and m2
if we could reduce n x n1 x and n2 x to the same fraction, it's said that n1 and n2 take the same values in the common domain m1 intersect m2 او n2. هنشوف الكلام ده يعني ايه. الكلام ده بيقول لي n1 x equal n1 x equal x power 2 minus 3x على x power 2 minus 3x. طيب وال n2x equal x power 2 plus 10x minus او plus 21. يبقى x power 2 plus 10x plus 21 على x power 2 plus 4x negative 12 أو 21 أو 21. طيب prove that nx1 equal n2x for all values of x which belong to the common domain. يعني يعني بيقول لي اثبت ان n1 تساوي n2 في الكومون دومين, في الدومين المشترك. اوكي يعني مش شرط الدومين يكون ايكوال, لا الكومين دومين. طيب ناخد n1 x, ها هناخد هنا x, هيتفضل لي هنا x minus 3, وهنا هناخد x, هيتفضل لي x minus 3x. x باور 2 ماينس ثانية واحدة, x باور 2 بلس 3x على x باور 2 ماينس 3x. طيب يبقى هنا x, يبقى x بلس 3 على x و x ماينس وديت 3x, يبقى 3 برضه. اوكي طيب الدومين, r ماينس الزيرو و 3, r minus 0. يبقى تاني ال n1 x plus 2 plus 3x على x power 2 minus 3x, هناخد common factor هنا ال x, هيتفضل لي x plus 3, وهنا هناخد ال x then x minus 3. يبقى الدومين من تحت, بناخد الدومين من تحت r minus ديت ب 0 ودي 3. طيب ال n1 x هتساوي بقى ايه؟ ال x هيروح مع ال x, يبقى x plus 3 على x minus 3. طيب التانية الأولية نعمل لها فاكتورايز عادي, x و x 21 يعني 3 times 7, وهنا بلس وهنا بلس, يبقى n2x equal x plus 3 في x plus 7 مجموعهم 10. طب وديت ادا x و x برضو 3 و7 بس في نيجاتيف, يبقى x و x 3 و7. لو حطينا هنا نيجاتيف ايوه, يبقى هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف, نيجاتيف 3x وبوزيتيف 7 تمام. يبقى الدومين, ها الدومين r ماينس 3 ونيجاتيف 7. طب نعمل لها سمبليفاي, x بلس 7 مع x بلس 7, يبقى n2x equal x plus 3 على x minus 3. يبقى ال n equal ال n ومشتركين في الدومين, يبقى ال common domain بقى ال common domain r minus, ها هنا فين 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 0 و 3, هنشيل ال 3 مش هنكررها, و negative 7 7. يبقى نقول له ال n1 ال n1 equal ال n2 في الكومن دومين اللي هي ال r minus 0 وال 3 وال negative 7 وال negative 7. وكده نكون خلصنا lesson A lesson 3. بعد كده نخش على ال operation of algebraic fraction اللي هي ال plus وال minus وال times وال multiply. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.